خبز جديد من بذور الشيا، وصفة جديدة وسريعة وسهلة جدا وصحية جدا لكل أنواع الدايتات. وصحتين وألف هنا. 1 كوب دقيق اللوز، 1/2 كوب دقيق بذور الشيا، 2 ملاعق كبار اسباجول أو سيليوم هاسك، بدي رشة ملح، أخلطه مع السريع. هلا بدي 3/4 كوب ماء مغلي وأعجنهم لحتى أحصل على عجينتي المطلوبة. هاي عجينتي، هلا بدي أعجنها كمان باليد شوي. هيك صارت جاهزة، هلا بدي أمدها وأقطعها بالطريقة اللي تناسبني وبعدين إلى المقلاية. المقلاية على النار، بدي أحط الخبز، 2 دقيقة، 1.5 دقيقة على كل وجه، وخالصين وصحتين وألف هنا.